يا جماعة أنا دائما أحذر من لحم الخروف، اللي يذبح له خروف اللي يذبح له تيس، ها دائما أحذر من لحم الرقبة. لحم الرقبة حاول دائما أنك تفتش لحمها، إذا جيت تاكلها تفتشها، لأن الحلال كله يضرب أبر وتحط فيه الشرايح المرقمة مع الأدوية والتطعيمات، تنحط دائما في الرقبة. فهذه ثاني حالة أو ثالث حالة دائما ألقاها. شوفوا هذه الشريحة، شفتوها؟ احرصوا منها. طبعا اذا كلاها الواحد الله يستر عليه، والله 1000% راح يصير فيه شيء، يعني راح يتسمم، لان اغلبها يجي فيها علاجات، وهي اصلا الماده مضره لانها ما تتحلل ولا تخرب ولا مصيبه. هذه شوف هذه الشريحه حقت الحلال، احرصوا وانتبهوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساكم جميعا يا اخوان. نصيحه على عجل، انتشر مقطع لأحد الأخوة يحذر من رقبة الذبيحة أثناء العزائم، يقول احذروا منها، فيها شرائح للتطعيم أو لأمر ثاني أنا ما أعرفه. حذر مر على هذا المقطع وتجاهلته. قبل قرابة شهر من الآن عزمت عند أحد الأخوة وأكلت من رقبة الذبيحة، وبعد ذلك رجعت البيت بعدها بنص ساعة، ألم في المعدة لا يطاق. ذهبت إلى المستوصف أخذت إبرة مسكن، والله ما فات. ذهبت إلى المستشفى أخذت إبرة ثانية ولا فات تقريبا. أكلت من الملينات، ألم ما أعرف سببه. بعد ما نمت استيقظت من النوم، الألم انتقل بقدرة قادر من المعدة إلى أسفل القولون، ألم شديد أسفل القولون. تجاهلت الأمر، بعد 10 أيام بفضل الله بعد أكل الملينات ومسكنات تعافي. اليوم عزمت عند أحد الإخوة ولما أكلت من الرقبة تبين لي أن من فضل الله سقطت، يعني هذه بفمي ومسكتها، يعني ما بلعتها. هذه الشريحة تبين لي أنها هي سبب ألمي الأول. لذلك أنصحكم نصيحة يا أخوان، لا تتجاهلون رقبة الذبيحة عند الأكل، احذروا منها. اللهم بلغت، اللهم فهمت.